أنا بنت مصر الأبية، جمالي علم وأخلاق، طبيعتي العادية، بنت مصر الدمياطية، هي أنا بنت الشاطئ، بنت أصل وكرامة علم وثقافة، أنا بنت مصر الأبية، هي أنا ثبات وثقة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم، نلتقي من جديد على قناة الصحة والجمال. كطيور مهاجرة تغادر ثم تعود من جديد لعشها الجميل. معايا النهارده تقرير هذا اليوم من مسقط رأسي محافظة دمياط عن انتخابات نقابة أطباء البيطريين. أنا سعيدة جدا بهذا التقرير وأتمنى أنه ينول إعجابكم إن شاء الله. اتفضلوا معايا نتابع التقرير مع بعض ثم نلتقي من جديد بأمر الرحمن. طيب، قبل التقرير هناخد اتصال من الأستاذ. أيوة، أستاذ تامر أباظة. ألو، مساء الخير على حضرتك يا أستاذ رشا وعلى مشاهدينك الكرام. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ تامر أباظة، رئيس مجلس إدارة كوكو كوكي للحوم والدواجن. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ رشا، شرفتني باتصال حضرتك إن شاء الله. اتفضل حضرتك. والله أنا بالنسبة للحلقة بتاعت حضرتك طبعا والانتخابات والدكتورة، طبعا ده كان شيء مشرف بالنسبة لأن القناة غطت الانتخابات عندنا هنا في محافظة دمياط، وخصوصا مع دكتورة شابة وطبعا يعني ما شاء الله محققة نموذج كويس على أرض الواقع. تمام. النهارده برضك يعني عملت شيء إنجاز بالنسبة لأن هي سنها صغير وداخلة انتخابات جنب أساتذة وناس كبار، وفي نفس الوقت محققة على أرض الواقع بالفعل مجزر لأول مرة بيتطبق أو نموذج بيتطبق صديق للبيئة. تمام، بيواكب ده بالنسبة للمجزر. بالنسبة للمجزر. بالنسبة للمجزر. بالنسبة للمجزر. أيوة. تمام، ده نموذج لأول مرة بيتطبق في مصر، ده نموذج صديق للبيئة. إحنا مقدمين بيه فعلا نموذج بنرفعه لدولة رئيس الوزراء وفي لمكتب رئيس الجمهورية لتعميمه على مستوى الجمهورية، وخصوصا للحد من انتشار وتداول الطيور الحية. تمام. ويعني واخد كل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة. أنا بشكر حضرتك أستاذ تامر على المداخلة، وعايزة أقول إن الدكتورة تسنيم أحمد لفتت انتباهي بصغر سنها فعلا وعملت معها هذا التقرير وأنا بمنتهى السعادة. ندخل مع بعض للتقرير. بشكر الأستاذ تامر على اتصاله، اتفضلوا معايا نشوف التقرير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية من القلب معطرة بروائح الورد لكل متابعي تقرير هذا اليوم من نقابة الأطباء البيطريين بدمياط. معانا الدكتور السعيد كيوان، نقيب أطباء بيطريين دمياط. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أهلا وسهلا دكتور سعيد. الانتخابات لهذا اليوم حضرتك بتاخدها للمرحلة المرحلة ايه؟ الثانية. طيب، حضرتك بتاخد المرحلة الثانية في إيجاز سريع، نقول للناس ليه الدكتور سعيد كيوان بيحاول يدخل انتخابات المرحلة الثانية؟ سؤال رائع. أي إنسان بيدخل انتخابات لأول مرة بيبقى سهل جدا جدا إن هو يقول شوية طموحات وشوية أمال وشوية أفكار، والناس ممكن تصدقه وممكن ما تصدقوش، ممكن تقول الطموحات دي كبيرة وما يقدرش يحققها، أو ممكن يقول يعني نجربه ونشوفه. لكن عشان تدخل مرة تانية لازم يكون لك سابقة أعمال واضحة وملموسة تقدر من خلالها، ما بتقولش أنا لما أدخل النقابة عملت كذا، لا ده أنا دخلت النقابة وعملت كذا. وهناك فرق كبير جدا جدا. الحمد لله وشكر الله نقابة الأطباء البيطريين بدمياط عملت حاجات كتير 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 للأطباء البيطريين على مستوى دمياط، وشاركت كل المشاركات في على مستوى الجمهورية، وكان لنا باع كبير قوي بشهادة كل النقابات إن من أكفأ النقابات اللي عملت شغل عالي في الفترة بتاعتي الأولانية كانت نقابة الأطباء البيطريين بدمياط. دكتور سعيد، اسمح لي حضرتك، بما إن حضرتك كنت نقيب أطباء بيطريين في الفترة السابقة،
أنا عايزة أتعرف من حضرتك على اللي حضرتك ناوي تعمله في الفترة القادمة مختلف عن وجود حضرتك في الفترة السابقة. أول حاجة تكملة لما بدأناه. لازم نعرف الفرق ما بين دور النقابات ودور الجهات التنفيذية. دور النقابات يبدأ من الحاجات الخدمية اللي تقدم للأطباء البيطريين. زي ايه دكتور؟ زي مثلا احنا عملنا، ما انا بقول بقى احنا عملنا عشان هنقول بنكمل هنعمل ايه. احنا عملنا مثلا مشاريع اسكان، يمكن مش عايز اقول لك 100 وحده سكنيه. متخيله ان نقابه صغيره زي نقابه دمياط عملت 100 وحده سكنيه ل 100 طبيب بيطري، استفادوا منها واستفاده كويسه جدا جدا. الناس اللي ما كانوش لاقيين شقق، بدل ما يستنى الدوله علشان تديله شقه، احنا جبنا لهم الشقق وارخص بكتير جدا جدا من اي مكان. مش عايز اقول لكم قد ايه، وفي اماكن مميزه في محافظه دمياط. مش عايز اقول لك على البحر، في احلى من كده ايه في الدنيا؟ طب اسمح لي يا دكتور، انا سؤالي دلوقتي ما كانش عن الخدمات بالنسبه للاطباء، انا قصدي بالنسبه للشعب. كويس قوي. بالنسبه للناس حلو. احنا عملنا ندوات في قصر الثقافه دمياط، وعملنا ندوات في مدارس دمياط، وعملنا ندوات في الارياف كلها، سواء كان في الزرقاء، فرسكور، كفر سعد، الحمد لله، وكان فيها اقبال كبير جدا. عملنا ندوات في الجامعه عشان نوعي الناس يعني ايه دكتور بيطري، يعني ايه اهميه الدكتور بيطري، ازاي ان انت تعتمد. والكلام ده انا بقوله للدوله، مش بقوله للشعب العادي كمان. لو اهتمينا بدور الطبيب البيطري، صدقوني مصر هتبقى من أعلى دول العالم اقتصاديا. ومش عايز أقول برضو إن أقوى دول العالم اقتصاديا بتعتمد اعتماد كلي وأساسي على الطبيب البيطري. أنا بشكر حضرتك دكتور سعيد، شرفتني بلقاء حضرتك، وإن شاء الله على وعد بلقاء جديد إن شاء الله بإذن الله. نلتقي مع باقي من الأطباء البيطريين المحترمين الكرام، انتظرونا مع باقي التقرير. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي أرحب بالدكتور سامي عوض، المرشح الانتخابي أيضا بنقابة أطباء البيطريين عن محافظة دمياط. أستاذ، كلمة أستاذ، كلمة دكتور تقل قليلا عن اللي أنا عايزة أعبر به عن ترحيبي بالدكتور سامي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. بنشكركم على تشريفكم لحضور الانتخابات، ويعني بنتمنى ان احنا دايما نكون متواصلين على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاعلامي مع جميع القنوات يعني اللي بتبث لنا المعلومه اللي احنا عايزين نوصلها للناس. نستهدف من يعني الانتخابات، ويعني ان احنا بنحاول ان احنا زياده نصيب الفرد من البروتين الحيواني والبروتين الداجيني ومستلزمات جميع البروتين الحيواني، سواء من البان او بيض او خلافه، يعني زياده نصيب الفرد، ثم سلامه هذا المستحضر او سلامه هذا الغذاء من متبقيات الادويه اللي هي ممكن تاثر على صحه الانسان. لابد من تواجد الطب البيطري سواء في قطاع العلاج او قطاع الوقايه او قطاع الانتاج بدايه. وده الهدف حضرتك يا دكتور. ايوه تمام. لتحقيق غذاء امن خالي من مسببات الامراض ومتبقيات الادويه. بنحاول نحرص ان احنا تكون التحصينات، لان كل الفيروسات او معظم الفيروسات كلها امراض، تعتبر امراض مشتركه، تكاثر هناك فيروسات كثيره ممكن ان تنتقل الى الانسان. فبنحاول ان احنا يعني يكون هناك بروتوكول تحصيني وبروتوكول علاجي يسمح بمنتج جيد ومنتج امن للصحه، صحه الانسان او صحه البشر. يعني هو ده الهدف من دخول معاليك الانتخابات النقابيه لاطباء البيطريين. هناك اهداف كثيره، لكن هناك هدف سامي او هدف عالي او هدف اسمى. احنا يعني الهدف من الطب البيطري مجموعه اشياء كثيره جدا. احنا بنحاول ندخل الانتخابات علشان ننطلق من خلالها للمجتمع ككل، ونقول للمجتمع ما هو دور الطبيب البيطري، او نعرف للمجتمع ما هو دور الطبيب البيطري. بنحاول ان احنا نكون فاعلين في مشاريع الانتاج الحيواني والانتاج الداجني، وليس الوقايه من الامراض وعلاج الامراض فقط. نستهدف زياده الانتاج من البروتين الحيواني والبروتين الداجني اللي احنا بنستورد جزء كبير منه، وبينهك ميزانيه الدوله بالدولارات الكتير. بنحاول ان احنا من خلال عمل مشاريع، سواء كانت هذه المشاريع تعتبر تدريبية أو إنتاجية، لأن الطب البيطري يفتقد إلى وجود مستشفى بيطري ما بعد تخرج الطالب، أو شركات تكون هي بمثابة
التدريب الحقلي والتدريب العملي للطبيب البيطري المتخرج الذي لا يعلم كثيرا عن الأعمال الحقلية للطب البيطري. أنا بشكر حضرتك على اللقاء وسعيدة جدا بوجودي مع معاليك، شرفت بحضرتك. إن شاء الله انتظروني في باقي اللقاءات من خلال الانتخابات لنقابة أطباء البيطريين بمحافظة دمياط. ألقاكم بعد قليل. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. معايا دلوقتي الدكتور هيثم شبارة. الدكتور هيثم شبارة تحت السن، أهلا وسهلا بحضرتك. أعرف بس إن حضرتك الأول. أنا عندي 36 سنة، أنا دفعة 2007 المنصورة. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا عايز أعرف من حضرتك فكرة خوض حضرتك الانتخابات، اتخذت هذا القرار من أنه تفكير محدد لخدمة الناس في المجال البيطري؟ هيثم نعيم شبارة، عندي 36 سنة، دفعة 2007 جامعة المنصورة إن شاء الله. الهدف من خوض حضرتك الانتخابات؟ الهدف علشان نطور في النقابة ونطور، ندخل فكر جديد في إدارة النقابة. ما ينفعش الفكر اللي مسيطر على النقابة واللي كان بيدير النقابة في الثمانينات والتسعينات يفضل هو بنفس النظام وبنفس الأسلوب النقابة، يعني اللي هي رحلة ويوم اجتماعي وفطار جماعي والكلام ده. لا، لازم الدنيا تتطور، فكر يتطور. لازم ندور على مصادر دخل جديدة للنقابة غير الكارنيه وتجديد الاشتراك والختم بتاع النقابة. لازم ندور على مصادر دخل جديدة علشان نعرف ندعم بها الدكتور والطبيب البيطري في المنطقة بتاعتك. وبالنسبة للشعب يا دكتور؟ الشعب طبعا حضرتك، لازم مشكلة الطب البيطري في دمياط في مصر عموما ان الشعب مش عارف قيمته. يعني الناس فاكرانا احنا دكاترة بيطري بتوع، سوري في الكلمة، بقر وجاموس بس. بمعنى ان لو ما فيش دكتور بيطري عنده ضمير وشاطر واقف في المجزر، حضرتك لا تتخيلي كمية الأمراض والأوبئة اللي هتبقى في الشعب. لكن في دكتور بياخد 2400 جنيه في الشهر، بيقف من الساعة 6 الصبح في المجزر على دبيحة، اللي عندها درن بيعدمها، اللي عندها بروسيلا بيعدمها، في مقابل أنه بياخد 2400 جنيه بيعدم بقرة أو جاموسة ب38000 جنيه. شوفي حضرتك الضغوط اللي بتبقى عليه، الكلام ده كله، كل ده علشان ضميره ما يسمحش، لان كيلو لحمه ينزل السوق ممكن يدمر اسر، مش اسره واحده. طب سؤال، حضرتك بتقول ممكن يدمر اسر، طب بالنسبه دلوقتي ان في اسره محدده مكونه من فردين ثلاثه جايبين مثلا بهايم باللغه العاميه، جايبين بهايم وعندهم بهيمه ولا اتنين وعايزين دكتور يوصل لغايه عندهم عشان يكشف، عشان ما هوش ان هو يجيب دكتور ويدفع له فلوس، ده وارد ان ده يحصل؟ لا، ده بيحصل اوريدي. يعني ده مش موضوع، ده الموضوع ده بيحصل ومع كل الناس. انا كحملات يا دكتور ولا لا؟ يعني انا كدكتور بيطري متخصص في الدواجن، ساعات كتير جدا بروح مزرعه الحاله منتهيه والراجل صاحبها بيخسر، طبيعي مش هاخد منه فلوس. يعني ده بيبقى هين عليا اديله فلوس، يعني لو ينفع اديله فلوس. لا، الدكاتره البيطري على مستوى مصر عموما قلبهم طيب، يعني ما بنقف جنب المربي وجنب المزارع وجنب كل الناس في سبيل ان هو، يعني احنا كلنا مع بعض في مركب واحده. ما هو لو هو غرق انا هغرق معاه، ما انا شغال علشان هو شغال، فانا لو دست عليه هو مش هيشتغل وانا هعطل، فلازم كلنا نساعد بعض. وفي النهايه لازم المنتج النهائي اللي يوصل للمستهلك لازم يبقى منتج جيد. ما ينفعش مثلا الدكتور في المجزر يعدي حيوان بقرة أو جاموسة عنده سل أو تي بي اللي هو الضرر الناس، لأن حضرتك متخيلة لو جاموسة وزنها 400 كيلو عندها الضرر ونزلت السوق، وال 400 كيلو لو كل أسرة من أربع أفراد اتخدت كيلو، حضرتك بتتكلمي في ألافات ألافات أسر اللي هتتشرد واللي هيتيتم واللي هتبقى أرملة. فلا، الطب البيطري في مصر محتاج اهتمام من الدولة أكتر من كده بكتير. احنا نفسنا يبقى لينا وزارة لوحدنا، ما ينفعش يبقى احنا تابعين لوزارة الزراعة، لازم نستقل والدولة تهتم ويبقى لينا وزارة وتبقى تخصصات، شعبة الدواجن، شعبة اللارج، شعبة البيت أنيمال، لكن احنا تبع وزارة الزراعة، ووزارة الزراعة طبعا مفيش. أنا في النهاية بشكر حضرتك وبضم صوتي لصوتك إن شاء الله في كل خير بإذن الله، وأتمنى لحضرتك التوفيق. كنت سعيدة بحضرتك دكتور هيثم، إن شاء الله. تسلم حضرتك، وإن شاء الله نلتقي بعد قليل مع ضيف آخر. دمتم في أمان الله، ألقاكم بعد قليل. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد بنقابة أطباء محافظة دمياط. أنا عايزة قبل ما أبدأ اللقاء مع الدكتورة المحترمة الدكتورة تسليم أتقدم بخالص
التحية والتقدير للقيادة السياسية الداعمة للشباب في كل وقت وكل حين، وذلك يتمثل بخوض الشباب في المراحل الانتخابية. دكتورة تسنيم تحت السن العام 2020، دكتورة تسنيم أحمد مسعد جاب الله، حاصلة على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية جامعة كفر الشيخ، وهي أيضا تدرس حاليا ماجستير في مجال الرقابة على الأغذية في الأسماعيلية جامعة قناة السويس 2020. أهلا وسهلا بك الدكتورة، قدوة مشرفة. أهلا وسهلا بحضرتك. أتقدم للقيادة السياسية بخالص الشكر والتحية والتقدير لأن هم بيدوا فرصة للشباب، بدعم الشباب طبعا في مختلف المجالات، وطبعا ده واضح وضوح الشمس جدا في المؤتمرات الشبابية اللي بتدعو جميع الشباب من مختلف أنحاء العالم، بمختلف التخصصات، بمختلف الأفكار، بمختلف الألوان، بمختلف الأعراق، اللي بعد كده اللي هو تفيد بلدنا الحبيب في الآخر مصر. لا، واحنا بنتجمع على حاجة واحدة اللي هي لا، ان احنا نرفع بلدنا، وان احنا نرفع بلدنا بينا احنا الشباب، احنا القوة، احنا القدرة، اللي احنا نقدم بلدنا لقدام لاحسن حاجة احنا نفسنا فيها. عشان كده انت عاملة شعار بالجهد بالعلم والجهد والعمل نحقق الامن. تمام، اخترتي الشعار ده عشان الكلام ده ولا؟ ايوه تمام مظبوط. ما هو يعني العلم، يعني العلم كتير، ده هتشوفيه فين؟ اللي هو قوه الشباب اللي هم الناس اللي زينا اللي هم عندهم يعني طاقه ان هم يتعلموا اكتر يستفيدوا. طبعا احنا بنتعلم طبعا بنرجع للناس اللي اكبر مننا، الدكاتره والزملاء وكده، طبعا دول اكبر داعم لينا، طبعا هم بيدونا بخبراتهم واحنا بقوتنا ودفعتنا وفهمنا يعني للدنيا ومجريات الحياة والتغييرات اللي بتحصل على أرض الواقع والتطور الكبير اللي حاصل حاليا طبعا في مختلف المجالات. لا، ده بالعلم عندنا والجهد طبعا بنبذل أقصى جهدنا، في خصوصا لو واحد داخل مجال بيحبه هتوصل بعد كده لحاجة كاريزما في الآخر حلوة ممكن تفيد نفسك وتفيد بلدك. من هو الداعم للدكتورة تسنيم في هذه الفترة من العائلة؟ طبعا اهلي طبعا في البدايه زي ما قلت، طبعا الداعم الاساسي ان انا اداني فرصه وانطلاقه ان انا اخوض العمليه الانتخابيه، طبعا القياده السياسيه لها كل الشكر. بعد ذلك طبعا اسرتي الكريمه، طبعا والدي ووالدتي وكده، فطبعا دول يعني كانوا ليهم اثر كبير. لا دكتوره، لا انت محدده هدف معين عاوزاه توصليه هتوصليه ان شاء الله، بس الموضوع محتاج جهد شويه. طبعا الواحد عشان يسعى لحاجه لازم يتعب. وانت عشان كده بقى من خلال الجهد اللي عايزة توصلي بيه لمرحلة التطور في مجال الطب البيطري. التطور في مجال الطب البيطري محتاج ان انت تتحركي كتير وتنتقلي من مكان الى مكان، تتعاملي مع ناس بكافة المستويات ومختلف المجالات. بتنزلي بنفسك؟ تمام، بنزل. يعني انا اقول لحضرتك يعني انا كنت خريجة جديدة، زي خريجين جدد طبعا، خصوصا جامعة مصر العربية. طبعا دايما يقال ان خريج الطبيب البيطري ملوش وظيفة عمل، ملوش لازمة، ايه يعني ده دكتور ايه، سوري في اللفظ اللي بيتقال، دكتور بهايم. بالعكس، لو جينا شفنا الدكتور البيطري يعتبر الخط الدفاعي الاول في الاكل اللي احنا بناكله. يعني عشان انا انتج انسان يسعى ويتعلم ويحقق امله كده، لازم انتج انسان قوي بنيانيا يعني عنده صحه. طبعا ده بيجي ايه، اكلي اللي انا باكله ايا كان بقى، طبعا خضروات، فواكه، دواجن، لبن، حتى الميه بيبقى عليها المفروض، يعني المفروض ان بيتعمل طبعا بها تحاليل وكده، وبيبقى كل ده تحت اشراف دكتور بيطري. فلو كل منشاه غذائيه فيها دكتور بيطري هتفرق معانا احنا، هيكون الدكتور البيطري ليه اسم وليه مسمى فارق، حتى كمان يعني في شكلنا احنا قدام الناس. يعني انت دكتور وكده، لا مش هتكون مهمش في الاخر، لا انت ليك كيانك وليك كاريزمتك وانك انت مهم. والدليل بكده المشاريع اللي حاليا بيتم افتتاحها، زي مثلا اللي هي مشاريع طبعا احنا بنشوفها اللي هي مزارع الابقار ومزارع الدواجن وكده، وبتكون تبع الدوله، فالدوله هي داعمه للحاجات دي. هي احنا بقى محتاجين ان احنا نظهر الشباب يا جماعه، نقول لهم احنا موجودين اهو، بس ايه يعني ادونا مجال، ادونا فرص، ادونا يعني والفرص والمجال. ده اللي بتعمله القيادة السياسية حاليا، اللي بتعمله. عشان كده احنا على هذا المنوال اللي بتقوده القيادة السياسية احنا بنتبعه. دكتورة اسمحي لي اسألك دلوقتي، حضرتك كقدوة نسائية ونازلة السوق تتعاملي مع الناس تعامل مباشر، وداخلة محل فيه مجمدات، كأم هتدخلي تكتشفي بالنظرة اللحوم دي فاسدة ولا صالحة للإسلام، هتكتشفيها ازاي؟
هو في الاول طبعا ده سؤال حلو جدا يعني، لان طبعا ستات البيوت بينزلوا، هم معظم اللي بينزلوا بيجيبوا الاكل كده وعيالهم كده. المهم طبعا اول حاجه بنشوف تاريخ الانتاج، تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء، ده دي علامه مهمه جدا جدا الصلاحيه. لو ما لقيتهاش لا اسيب المنتج، حتى لو كان لحمه حمراء، لا يا دكتور اللحمه حمراء وشكلها كويس، او مثلا سيان الكيس كويس، الكيس خضروات مجمده مثلا كويس وما فيهوش حاجه والدنيا تمام، ايه المشكله يعني؟ لا، هي تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء ده اول حاجه. بعد كده بعد ما تشوف الدنيا تمام وكده، طب تشوف الكيس او الحاجه اللي انت هتشتريها او الطبق اللي انت هتجيبه، يعني شكله الخارجي مقبول بالنسبه لك، ينفع انا اكله، ينفع انا لو طبق يعني ريحته حلوه، يعني هو كانك انت بتدور على الطعم واللون والرائحه طبعا والمنظر. طبعا زي ما بيقولوا كده العين بتاكل قبل البق، فطبعا انت لو شفتي الكلام ده مناسب بالنسبه لك خلاص تمام. طبعا بالنسبه لنا احنا كدكاتره وكده طبعا احنا ما بنكتفيش بكده، انت بتاخدي عينه اساسا من الحاجات دي وبتعمل لها فحص طبعا تحت معايير معينه بتشوفها صالحه للاستخدام الادمي ولا لا. دي الحاجات اللي ممكن يعني ايه يعني مبدئيه قوي، لو ممكن اعرف ان الحاجه دي كويسه ولا لا. برضو عندي مثلا هشتري معلبات، المعلبه اللي انا شارياها تاريخ الانتاج وانتهاء تمام، بس معوجه لا معلش مش هشتريها. ليه؟ لان طبعا عوجتها او وقعتها او كده بيبقى فيه زي فتحات صغيره سبورس اللي هي صغيره قوي، دي اللي هي بتسمح ان تدخل لو ميكروبات مايكرو اورجانيزم صغيره. واللي انتفاخات في بعض الاوقات بيبقى كيس منتفخ او العبوه منتفخه. مع العلم في اكياس كتير ممكن يعني تيجي تشتري حاجه تلاقي كيس منتفخ والدنيا، بس تاريخ الصلاحيه وتاريخ الانتاج والانتهاء تمام، بس دي بيبقى عيب سوء تخزين. طبعا لازم انا اخد بالي جدا من الحاجات دي لانها بتفرق في الاخر، لان يعني ربنا يعفونا جميعا يا رب عشان ما يحصلش تسمم. طبعا طبعا زي ما انت حضرتك بتشوفي في حالات تسمم بتحصل، يعني ايه ممكن لو حد اكل بسكوته اكل حاجه اللي هي حاجه تافهه اللي بالنسبه لاي حد لا يقول لك لا ايه اللي يجي لي لا من الحاجات دي، لا هيجي لازم اخد بالي جدا لما اجي اشتري المنتجات اللي زي دي سواء معلبات. طيب في ظل الظروف المحيطه بالعالم اجمع بالنسبه لفيروس كورونا ومصر خاصه، ايه هي الوقايه الاحترازيه التي الدكتوره تسنيم بتنصح بيها الناس وامهاتنا يتخذوها علشان تمر الازمه بامان من ناحيه التوعيه الغذائيه؟ طبعا ده سؤال مهم جدا. طبعا يعني طبعا في اساسا لو نسمع طبعا ان في امراض مشتركه بين الانسان والحيوان زي البروسيلا طبعا والتيبي. طبعا البروسيلا ده ما بيتنقلش الا عن طريق اللبن، يعني انا لو شربت لبن حيوان مصاب خلاص الانسان صاب بقى، وطبعا موال ازرق بقى وهندخل في حاجات كتير قوي. فعشان كده يعني احنا لازم نتحرى المصدر اللي بنشتري منه الاكل، سواء طبعا لحوم البان اجبان اي حاجه، لان طبعا يعني طول ما انا اخذت الاكل بتاعي تمام وكويس انا مناعتي هتكون كويسه. طبعا انا اقدر اواجه اللي هو الفيروس كورونا او غيره طبعا بالتباعد بقى. وحتى لو حضرتك تشوفي على التلفزيون وكده دايما بينصحونا بيقولوا لنا مارسوا الرياضه وكلي الخضروات والفواكه وكلي الاغذيه اللي تمدك بالصحه اللي تحافظ على مناعتك. فهو ده يعني ده اساسي بالنسبه لنا احنا كشغلنا، لازم نختار الاكل، والاكل طبعا اللي بيكون بمعايير وكشف ظاهري بتاعه تمام كويس بالنسبه لي بيبقى مستصاغ ليا وصالح استخدام الادمي ليا ولغيري. طبعا احنا هنا في النقابه الكل طبعا يعمل على قدم وساق من اجل الانتخابات ان تمر مرورا سليما وليس مرور الكرام فقط، عشان كده الحركه شغاله واحنا بنصور، واحنا ما نقدرش ان احنا نمنع حد، احنا مرور الكرام الدكاتره على راسنا من فوق داعمين ليهم قلبا وقالبا، ولكن بالتعامل مع الدكتوره تسنيم من خلال النقاط اللي هي حددتها ان هي ان شاء الله تتبعها، ربنا ان شاء الله يكتب لها تيسير الامر باذن الله من خلال النقابه. انا سعيده جدا بلقائك وعايزه اكمل معاكي باقي النقاشات، بس انا استسمح حضرتك ان احنا ان شاء الله نلتقي بعد قليل من اجل استراحه قصيره ونلقاكم مجددا، دمتم في امل. السلام عليكم. مشاهدينا الكرام اهلا بكم من جديد، احنا بنكمل مع بعض دلوقتي لقائنا بالدكتوره تسنيم. دكتوره تسنيم اسمح لي اسالك دلوقتي، بعد مرحله الانتخابات ما تخلص، الدور الايجابي اللي حضرتك هتتخذيه هيكون ايه؟ هو سؤال حلو الصراحه بجد يعني، بس هو الدور الانتخابي اللي انا هتخذه هو طبعا انت حضرتك انا موضوع الانتخابات والكلام ده هي فرصه عشان اوصل صوت الدكتور بيطر الخريج. انا كده ولا كده اصلا في بالنسبه لموضوع بعد الانتخابات وكده ان شاء الله باذن الله
طبعا حاليا بيتم تنفيذ في الشركه مكان اللي هو مجزر نص آلي، اول مره يطبق في جمهوريه مصر العربيه، هو نموذج صديق للبيئه. فطبعا المكان ده فيه مجهز برضو بمعمل، انا يعني بيبقى المعمل ده يعني مجهز للناس اللي بتحضر دبلومات وماجستير ودكتوراه وكده. فطبعا يعني ايه ده حاجه مساهمه مني للدكاتره الخريجين اللي لسه كمان بيدوروا على مكان لسه يشتغلوا فيه كشغل عملي كتدريب ككده. برضو المكان ان شاء الله باذن الله بيوفر مكان للتدريب لو حد من الدكاتره الخريجين الجدد عشان تطرقوا لمجال مراقبه الاغذيه والجوده، ده مكان بيوفر لهم برضو الفرصه دي بحيث ان يبقى ليهم مجال يتعرفوا على الدنيا ماشيه ازاي على ارض الواقع في سوق العمل وفي سوق العمل، خصوصا ان جمهوريه مصر العربيه طبعا فيها تطور تكنولوجي، خصوصا التكنولوجيا الرقميه دي اللي بقت يعني حاجه جديده لسه داخله، يعني هي موجوده بس طبعا تحت رعايه القياده السياسيه، هي طبعا بتحاول بقدر الامكان انها تطور المجال ده، وخصوصا للفئه الشابه ان هم يكون عندهم علم ودرايه بحيث ان هم في نهايه الامر ان انا اطلع ان انا افيد نفسي وافيد غيري وافيد مجتمع وافيد بلدي في الاخر. يعني في نهايه اللقاء انا عايزه اقول ان الدكتوره الانسانه الشابه المحترمه دكتوره تسنيم هي بتعمل دلوقتي على نفسها عشان بعد كده تفيد بلدها، خير قدوة للمرأة المصرية. نظام كلام وحوار ونقاش الدكتورة تسنيم البناء، ونتمنى لها التوفيق إن شاء الله بإذن الله، داعمة لحضرتك قلبا وقالبا وبالتوفيق دايما.